وزير، كلمنا النهارده بقى عن يعني النهارده اول يعني او في الساعات الاولى من بدء الانتخابات البرلمانيه، كلمنا يا فندم عن الاجراءات الاحترازيه و التوافد عن اللجان ورسائل برضه حضرتك للمواطنين. يعني احنا خدنا كافه الاجراءات الاحترازيه من حيث تطهير كافه اللجان، 1159 لجنه تم تطهيرهم، ايضا مقر اقامه قوات التامين، عندنا موفرين الكحول، موفرين الكيلومترات في كل مكان داخل اللجان، الحمد لله في قياس لدرجات الحراره، في جوابات للتعقيم، بعد نهايه اليوم وفي ساعه البريك ايضا يتم تطهير اللجان، وفي نهايه اليوم الثاني ان شاء الله ايضا يتم تطهير، في علامات في الارض عشان التباعد الاجتماعي، فكافه الاجراءات الاحترازيه الحمد لله متابعينها، ان شاء الله ربنا يسلم الامور يعني تمر على خير باذن الله. استعدتوا ازاي يا فندم بقى للانتخابات البرلمانيه في خلال الفتره الماضيه يعني استقبال المواطنين والناخبين في اللجان يعني؟ والله احنا من حوالي شهر تقريبا واحنا بنستعد لتجهيز اللجان، سواء من حيث الاساس اللي موجود فيها، العلامات الارشاديه، الاناره، النظافه، الامور الخاصه بعمليه الاختراق كلها متوفره، ايضا غرفه العمليات عندنا 12 غرفه عمليات فرعيه في كل مركز مدينه في غرفه وحي، ايضا عندنا غرفه العمليات الرئيسيه اللي موجوده في ديوان عام المحافظه، كلهم على تواصل مباشر مع بعض، عندنا مندوب في كل مقر الجهاز عشان يبلغنا لا قدر الله ما في اي مشكلات، يبلغنا بفتح اللجان وبغلق اللجان وبالعدد بتاع الاصوات في كل لجنه اول باول عشان نقدر نعرف النسبه بتاعت توافد المواطنين على هذه اللجنه. الامور الحمد لله على ما يرام ويعني تحت السيطره. رصدت يا فندم اي تجاوزات او اي مخالفات حتى الان حتى في يعني الساعه 9 الاولى وكده؟ لا الى الان الحمد لله ما فيش اي تجاوزات، الامور بتسير على ما يرام الحمد لله. طيب رساله حضرتك يا فندم بقى للمواطنين يعني عشان يشاركوا في الانتخابات البرلمانيه، رساله الدكتور طارق رحمي للمواطنين للمشاركه في الانتخابات البرلمانيه. والله بقول لهم ده واجب وطني، وصورة مصر قدام العالم لازم تكون صورة متميزة، ودي لن تتأتى إلا بنزول حضراتكم ومشاركتكم بنسبة عالية في هذه الانتخابات، انزل وانتخب اللي أنت عايزه لأن ده اللي هيمثلك في البرلمان، ده اللي هيحل لك مشاكلك، ده اللي هيساعد على سن القوانين اللي بتساعد على الارتقاء في مستوى معيشتك بعد كده، ده دورك وأمانة قدام ربنا سبحانه وتعالى، فما تفوتش على نفسك هذه الفرصة. شكرا يا معالي الوزير، شكرا.